من السلوكيات الخاطئه ان تكتفي بوسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق صله الرحم هل الاكتفاء بوسائل التواصل الاجتماعي في صله الرحم يكفي سؤال مهم لكن علينا ان نعرف ما لا يدرك كله لا يترك كله فالتواصل عن طريق الوسائل الحديثه اهون من المقاطعه التامه واهون من اقامه الحجه بالانشغال وعدم القدره على صله الرحم فلذلك نفعل ما نستطيع ان نفعله لا تحرم نفسك ثواب صله الرحم